دردار، واحد المسلسل اللي هو مشهور وكلنا كنعرفوه، واللي كان تيحكي لنا على القصص نتاع مساعدات البيوت، واللي كل وحده وشنو خلاتها الظروف ديالها باش انها تخرج تكرفص عند الناس اللي ما تيرحموش. هذا الشيء تماما هو اللي غادي نشوفه مع صفاء في حكايتنا الليله، اللي لقات راسها من دار لدار واللي ما اختارتوش. حكايه الليله مختلفه جدا وجمع بزاف ديال المواضيع، طويله ولكن فيها عبر كثيره لما غادي تخرجوا منها، حتى انكم غادي تستافدوا بزاف ديال الامور. فما تمشوا فين وبقوا معي في حكايه الليله. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي اللي كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه واحوالكم طيبه. المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد كيف العاده. قبل ما نبداو في حكايه الليله بغيت نقول لكم ما تنسونيش انكم تضغطوا على زر الاعجاب لان تيكلفكم حتى شي مجهود، وتفعلوا جرس القناه اذا ما كانش مفعل، واذا كان مفعل حيدوه عاودوا رجعوه باش انكم دائما تكونوا من الاولين اللي كيتوصلوا بالفيديوهات ديالي كيف كيتحطوا. خير ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا صفاء تزاديت مع امي وبا في واحد المدينه، با اللي الاصل ديالو من جهه وامي من جهه واحده اخرى اللي هي مختلفه. انا ذاك امي كانت عايشه مع عمتها اللي كنقول ليها انا اليوم عمتي، كانت عايشه معاها في الفيرما ديالها. من بعد جا خوها اللي داها معاه لواحد المدينه تخدم في الفيرمات، حتى دازت واحد المده وجدوا فيها با اللي كان تيعرف خالي اللي هو خوها. في الاول غادي يقترح عليها باش انها تزوج به، ولكن هي رفضت وبزات عليها، قال لها انت تطيري وكتفعلي وكتركي غادي تزوج به. من مورا زواجهم ما كملش العام انا غادي نتزاد، تيقولوا لي بلي انه امي جات وانا عندي 40 يوم يلا كملت نفسها. ونوض با قال لها نوضي تشوفي داركم، جابها حتى لديك المحطه اللي هي قريبه للبلاد وقال لها تسناي نجيب شي حاجه ونجي من تما غادي يخليها، وعمره باقي مازال سول فيها ولا حتى فيا. هذه هي القصه اللي عاودت لي امي وعمتها. جات امي رجعت عند ديك عمتي وكبرت عندها حتى درت 5 سنين، من بعد رجعنا لواحد الدار انا وامي، حيت امي ديك الساعه غادي تحمل. كيفاش غادي تحمل وهي مابقاش عندها علاقه مع با؟ خليكم هانتوما غادي تفهموا. تخاصمات مع عمتها وجرات علينا، جينا جلسنا في داك الدوار وما كنتش كنتفاهم انا وامي. امي ديما كتقول بلي انا عدوتها وانا هي خلفت با، انا اللي كنشبه لتاصيلته وخارجه ليهم، انا عدوتها وانا ضرتها. بغيت نقول واحد الكلمه على امي واخا كتقصحني، ولكن الغلب الله امي كانت انسانه اللي كتفسد. والمشكله في هذا الشيء كله انه ماشي بالسر ولكن بالعلالي، كلشي كان عارفه اشنو كتسوى. واخا انا ذاك كنت عارفه ما كنتش ترضى، لانه الدراري والبنات ديما تيعايروني، امك كدير وامك كتفعل، سير يا بنت الفعله. ديما انا وامي مخاصمين، علاش كتخرجي للطريق؟ علاش كدوي مع فلانه امي؟ علاش فعلتي وعلاش تركتي؟ لدرجه واحد النهار كان عاقل عليه بحال اليوم، تخاصمت انا وياها وعطاتني قتله ديال العصا، علما انه انا ذاك كانت ولدات خويا الثالث من شخص مجهول، كيف الثاني اللي ولدات من شخص مجهول. ديك الليله مازال غادي نوض وغادي نقلب على امي، حيتاش كنا ساكنين في الدار نتاع التراب وما كانش عندنا الضو من غير ديك البوله ديال الزنقه هي اللي كانت كضوي علينا. قلبت واحد البيت وما لقيتهاش، دخلت البيت واحد اخر وهنا غادي نلقاها مع واحد الراجل، وما كاين ما نعاود لكم. بديت كنغوت حتى جات وصرفقاتني وهزتني من حوايجي من اللور، وبدات كتقول لي غادي تسكتي ولا غادي نلحق في هذا البير؟ لا غادي نفضحك امي، واسكتي راكي شوهتيني يا الفاعله يا التاركه. كانت كتكرهني، ومازال غادي ناكد لكم هذه الجمله في الاحداث اللي هي جايه. بديت كنبكي وكنغوت وانا ما عارفش واش قوه ولا عناد ولا دساره، ولكن انا تخلقت ما كنقبلش الحاجه ديال العيب، الحاجه ديال الحرام، ولو كنت انا ذاك مازال باقا بنت صغيره هكا خلقني سيدي ربي. كنت ديما كنغوت عليها ما تبقايش تخرجي، ما تبقايش تمشي مع الرجال، راك فضحتيني، راه كلشي تيعيرني بك امي. كتقول لي انت ماشي سوقك، المهم تنجيب لكم ما تاكلوا، وراه حنا كاع ما بغينا اصلا ناكلوا امي. تخيلوا كتخرج من 6 ديال الصباح ما كتجي حتى كيفوت العشاء، تصوروا كنبقاو في الزنقه، واحد خويا نعس من فوق من رجلي والاخر فوق من رجل الاخرى، وتيقوني اذا قلت لكم بلي انا يلا كانت عندي 7 سنين انا ذاك. كنبقاو غير حنا والكلاب عز الله وقدركم. شحال من مره تعرضت للاعتداء وشحال من مره حاول يشدني شحال من واحد، ولكن ربي رحيم وتيدير ديما الخير. فاش كثرت على امي، امي بدات كتقلب على لمن تعطيني، كتقول لعباد الله شكون باغي خدامه، حتى واحد السيده اللي قالت ليها راه بغيناها حنا نديوها لواحد السيده تهلا فيها وفي ولادها وتسخر ليها. وهنا غادي تكون اول معاناه رسميه غادي نبدا فيهم من نهار خرجت من دار امي. راني كنت كنعيش صحيح العذاب معاها، ودابا غادي نعيشو حقيقه في الدنيا. مشيت معاها عند دوك الناس اللي هي كتعرفهم وتفاهمات معاهم على الثمن، واخا انا ما كنتش باغا نمشي وكنغوت،
ولكن بقات كتقول ليا سيري انت فضحتيني، انا بغيت غير نتهنى منك. مشيت عند هذوك الناس الله يسمح ليهم، تصوروا انا مولف انني نعس في الارض. فاش مشيت لعندهم ديك المراه اذا درت ليها شي حاجه كتعاقبني. تخيلوا شنو هو العقاب واش يطيح لكم على بالكم؟ كانت كدير سداري من فوق مسداري، اربعه ديال السدادر اللي كتنعسني فوق منهم. تنقول ليها انا لا راني ما كنعرفش نعس هنا، راني تنعس غير في الارض. كنقسم لكم فمي بالله باللي الليل كله وانا كنت كركب وكنطيح وكنعاود نوض ونطلع ونعس ونعاود نوض ونعاود نطيح ونعاود نطلع ونعس. حيت قالت لي اذا لقيتك ناعسه في الارض غادي نقطبك بالقطيب، زعما غادي تكفيني بالعافيه بالقطيب. خلي عليك العصا، خلي عليك فاش كتبغي تسخرني وتقول لي لبسي الطابليه المسخه باش اذا خرجتي كلشي يعرفك بلي راكي غير خدامه. كنت في الليل فاش تنبكي وتنعاود نرجع، واحد النهار غادي نحل عيني وغادي يبان ليا واحد الراجل واقف قدامي كامل ابيض وما كيبانوش الملامح ديالو. تخلعت، كنغمض عيني وكنغطي وجهي وباقي تيبان ليا في الظلام وبحيله شاعل فيه الضوء في البيض. المره الاولى المره الثانيه حتى ولفتو. المهم انا ما كملتش معاها العام ورجعت لعند امي اللي كلاتني. رجع، علاش رجعتي؟ انت غير بنت الحرام، فين ما صيفطتك ما كتبقايش، انت ما في يديك والو وبحالك بحال داك الحمار ديال باك اعز الله وقدركم. من بعد غادي يجيو الناس وحده اخرين باش انها تعاود تصيفطني معاهم. كانت معايا واحد البنت نيت اللي كانت بنت البلاد العربيه فين تنسكن منين وانا بديت خدامه. تصورو كيعطوني الشياطه ديال الماكله في ديك الدار. انا ذاك 2007 2008 كنت كرفس بزاف على الخدامات، ماشي بحال اليوم. واحد المره وانا عند دوك الناس كنت مشيت عند واحد سوبر مارشي ولقيت عندهم ديك الام بي 3 ولا باقي مازال تعقلوا عليها نتاع الموسيقى. نتاع شحال هذه؟ سولته بشحال، قال لي واحد الثمن. ومعانا كنت مبليه بالموسيقى، فمشيت الله يسمح لي كل مره كنشفر 5 دراهم مره درهم. حتى لواحد النهار البنت اللي مشيت انا وياها من البلاد اتفقت مع مولات الدار باللي انهم غادي يجربوني، حيتاش لقاو باللي انهم الفلوس في الدار تيمشيو ليهم ومولات الدار ما عرفاش فين، فغادي يجربوني بجوج. غادي يديروا لي واحد الفخ، غادي يحطوا لي 10 دراهم في واحد السروال وغادي يعطوني باش انني نصبنو. حيتاش الجينات كانت تقول لي صبنيهم بيديك، وحتى من الملابس الداخليه حشاكم. وعلى ذكر هذه القضيه نتاع انني كنصبنهم كانوا تيقولوا لي ما خصكيش اصلا تاكلي معنا في الطبله، حيتاش كتصبني كيلوطات مسخين وتقاشر. وانا كنت انا ذاك مع الصغر ديالي كنت متسيقه ديك الهضره، تنبدا كنقول وراه فعلا كيتوسخوا لي يدي وديك الريحه راه ما كتمشيش منهم، فما خصنيش ناكل مع الناس راه عندهم الصح. المهم نرجعوا للقصه ديالنا، منين داروا ديك 10 دراهم في الجيب نتاع السروال فجيت انا نهزو طاحت منه. هزيت باش نعطيها ليها وانا نتفكر عندي واحد الام بي 3 مازال بغيت نشريه خصني نفك فلوسه. قلت والله حتى نهزها ومشيت خبيتها حتى لغد ليه غادي نعطيها لداك السوبر مارشي باش نشري ديك اللعيبه باش انا نتمزك بها. وغير كان ما كانش عندي العقل ديال دابا والصغر، اما كاع صراحه ما ندير هاد القضيه كنت مازال بروجه. مشيت شريتها وفكرت بلي انا دابا راه بقاو لي زيات باش نشريهم. ايوا فاش جيت غادي يشدوني من شعري بزوج، هادي الضرب وهادي الضرب. تنقول ديك البنت حشومه عليك، ياك انا بنت بلادك، ياك انتي جارتنا. كتقول لي يا الشفاره ندمتيني حيت جبتك معايا حشمتيني مع المراه. لغد ليه كان الحد، كانوا غادي يخرجوا، فغادي يسدوا باب ديال المرحاض والباب ديال الصالون والباب ديال الفصيل، وغادي يخليوني من الصباح في الكولوار حتى لديك 12 مونتا بواحد الراديو. جايين بالليل كي قلت لكم مع 12 ديال الليل مغدين ومعشين. تصوروا مره نبكي مره نعاس، مره كتجيني الحكره مره كنرجع نعس. تجاو وردتني ديك المراه بلي انه انا شفاره، كتقول لي سيري عند امك انت غير مسخه، سيري رجعي عندها راه ما رباتكش، واللي ما رباتش راسها راه اصلا ما تقدرش تربي بنتها. كنت كنقول لهم لا 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 هذيك راه ماشي امي، راه غير شداتني ورباتني، اما امي راه ماتت الله يرحمها، هذيك غير صاحبتها. ما نكذبش عليكم ما كنتش راضيه بفعايل امي، وما عمرني ما غادي نرضى بهم شي نهار ولا غادي نقبلهم، حيتاش حاولت ولكن ما قدرتش. رجعت عاوتاني من عند دوك الناس وغتبدا اكفس مرحله عاوتاني في حياتي اللي فيها 13 عام من عمري ضاعت بلا فايده، كنشوف فيها غاده بلا والو بلا نتيجه. جيت لقيت ناس وحد اخرين عند امي، واحد مولات الدار اللي سميتها فاتحه وكانت مزوجه وحيتاش ما كتولدش تلقى راجلها، فمشات تزوجات راجل واحد اخر اللي كان مشعوذ وخاد الحرفه صراحه، ولكن الله يرحمه عمرني ما شفت فيه شي حاجه ديال العيب نهائيا.
المهم بنت اختها كانت حملات من برا وعطتها ليها حيتاش جاو فيها الخطاب، فمشات مع بنت اختها لواحد المنطقه حتى ولدات، والبنت اللي تزات انا ذاك كانت سمراء، وهاد فاتحه هي وراجلها كانوا بويض. فناضت اخت راجلها قالت لهم هادي راه ماشي بنت خويا، ناض صداع، لا بنت خوها لا راه ماشي بنت خوها. فشاف راجل فاتحه بلي انه ناض صداع على البنت، قالت لي راه غادي تضيع في حقها بنتنا، كتب ليها الدار اللي كنا ساكنين فيها وفيها ثلاثه نتاع الطبقات، المهم هاد الفاتحه غادي تربي شي بنات، المهم ثلاثه نتاع البنات، زوج من راجلها ووحده بنت صاحبتها اللي دخلت للحبس. المهم وحده من دوك اللي كانت مربيه فاتحه قالت لي بلي انه غادي نتهلا فيك وغادي تمشي معانا للدار فين كنسكنوا. وباقا مازال كنعقل النهار جات هاد الفاتحه وجات مع ديك بنتها، ديك السيده غادي تفركني ديال المعقول، وانا عندي مشكل اصلا ديال الجلده، عندي حساسه داتني الحمام وبدات كتحك فيا وكتقول لي راكي تعفنتي في هاد البلاد. كنقول لها عفاك خالتي راكي كتقصحيني، كتقول لي لا قولي لي طاطا انا مزوكه فيك راك كتقصحيني. ايوا هذا راه كله غير عفن، خاصنا باش نحيدوه. هزات الحجره ديال القدم الا كنتو كتعرفوا هذيك الحكحله وبدات كتحك ليا فيها. ما جات توصل العشيه حتى تنب لي الحمي كله وتجرد. فاش امي عطاتني ليهم قالت ليهم ردوا بالكم من هذه، راه واحد بنت الحرام وراه شفاره وكذابه. كان ديك الساعه واحد الراجل حدانا جارنا قال ليها فلانه حشومه عليك، واش انت مصيفطه البنت للتكرفيس ومازال زايده انك كتحرشي عليها الناس باش انهم يكرفسوها؟ دارت لي عندي وقالت لي سيري لهلا يردك وطرق لي تردك هنا توضر لك ان شاء الله. مشيت ووصلنا الصباح بكري للمدينه. فاش وصلنا قالت لي ديك السيده نعسي، انا ما عارفش شنو جاني. قلت لها راني جيت نخدم. لا تخيلوا لافابو ما كانش كنوصلو وكانوا كيديروا لي غير الكرسي. قالت لي ايوا منين جايه تخدمي؟ نوضي تخدمي. بدات عليا في الاول شقي هنا، غسلي الماعين، صبني، سيقي. وتا ديك بنت فاتحه كانت كتجمع الملابس الداخليه ديالها كلها اللي كانت موسخه عزكم الله وكتعطيهم لي باش انا نغسلهم بيدي. في الاول كانوا كيعزلوا عليا الماكله، لكن منين وليت انا كنطيب لهم ما بقاوش كيعزلوا. انا هي اللي كنت سخيره في ديك الدار وانا اللي كنسيق ديك الدار على ثلاثه نتاع الطبقات. راجلها صراحه ديال الله كان مهلي فيا، كان كيجيب ليا بموات. ديك الساعه غير اللي عطاني درهم تنقول ليه راه تهلا فيا، وكنت كندعي معاه. هو كان تيقول لهم حاولوا على البنت راه باقا صغيره، باقي ما كتعرفش حشومه عليكم، خصوصا فاش تيشوف مرتو فاتحه كيفاش كتضربني. هاد فاتحه اللي وليت كنعيط لها ماما، اللي وقت ما كان كيجي عندها شي حد كيقول لها هذيك البنت راه مسكينه، كتقول ليه ها مسكينه راه فاعله وراه تاركه، هذيك صفاء راه عارفه الجنون فين تيخبي ولادهم. كانت كتحسب معايا على الماكله فين مشات، في الخبز اللي شاط، الحليب تتقول لي راه تيخرج ثلاثه نتاع الكيسات وجغمه، فين هي ديك الجغمه؟ الله يرحم ليكم الوالدين، نهار عطاتني ليها امي تهمت معها على واحد الثمن باش انا تصيفطوا ليها. نهار مابقاش كتصيفطوا ليها غادي تعيط ليا امي لي خمس سنين بالضبط من بعد ما حطاتني لعندهم ما بقاتش سولات فيا ولا قالت ديك البنت واش واكله واش شاربه ولا حتى واش كاع ميته. كانوا كيجيو الناس عند ديك ماما فاتحه وتقول لهم اويلي راه ما غير كتفسد وراه غير كتولد وكتلوح. اللي نسيت ما قلت لكم بلي انه امي هاد الفتره كاملها باقا مزوجه بابا اللي ولدتني معاه واللي باقي مازال ما طلقها. واليومين هذا فاش نحكي لكم الحكايه راه عمرو اصلا ما زحت حتى التليفون وسول فيا، وربما حيت يشك بلي انه انا ماشي بنته، حيت اكتشف بلي انا امي ربما ما مزياناش، ولكن ما كاينش عذر لانه الوقت طورات وبامكانه انه يدير تحليله باش يتاكد. المهم ما عليناش، هذا غير بين قوسين. بقات فاتحه كتقول لهم راه فاعله وتاركه، ومن بعد غادي يموت راجلها الله يرحمه وغادي يبقى المحل ديالو. انا وليت كنوض مع 6 ديال الصباح، ديك بنتها كانت كتخرجني وكنجيب ليها الجورنال، والبلاصه اللي كنا ساكنين فيها عامره غير بالشمكاره. كانت كتصيفطني في ديك الوقت وما كانش كتقول هادي غادي يشدها شي حد ولا يتكرفس عليها، خصوصا انا والزنقه اللي كنا فيها كان واحد تيقولوا ليه قاعو اللي عنده واحد العصابه ديالو، وتشفروا اللي كيشفروا ومن بعد كيفرقوا ما بيناتهم. وكان ساكن في الدرب وحنا ديما عندنا تما المضاربه بالسيوفه في داك الدرب. كنت نمشي كنجيب لها الجورنال وكندخل باش انا نصايب ليها فطورها، وحتى من الخبز انا اللي كان خاصني قادو ليها، ونكب ليها كاسه ديال الاتاي اللي خاصو يكون بارد، والا غادي تبقى كتغوت عليا وتسبني. ما عرفتش شنو غادي نقول لكم، حقره وهذا الشيء راني عمرني ما عرفت المدرسه. كانت الامنيه ديالي تخيلوا معايا في الدنيا انني ندخل المدرسه بحالي بحال كاع البنيتات. كانت عندي رغبه كبيره في القرايه بزاف ولكن حرموني منها. فاش كنعطيها تفطر كنسيق الدار وكنطيب الغداء وكنهبط نحل داك الحانوت ونستفس السلعه، واذا ما عجباتها شي حاجه ماما الحاجه فاتحه كتشتت ليا كلشي.
كنعاود نجمعها من جديد. وكان الحانوت في الصف ديال المارشي، كلشي كيبقى كيتفرج فيا تما. ما كنتش كارضه، ولكن هادشي اللي عطا الله ما عنديش الحق انني ندوي ولا نقول الراي ديالي. كانت تقول لي يا جمعي يا بنت الفاسده يا بنت الحرام، وكانوا عندك الوالدين كاع ما تتوصلي عندي انا اصلا. شوف الحاج، هذه راه غير بنت الفاسده، اش غادي يخرج اصلا منها غير الكذوب والتحريميات؟ على ولاد الحرام كيصدقوا. وانا من الداخل ديالي ربي اللي عالم بيا تنقول يا ريت تكون عطاتني غير العصا وما تعادنيش قدام الناس. لانه داك الحانوت جا في واحد الصف نتاع واحد المارشي، وكانوا معاه بزاف ديال الحوانت اللي كانت كتهضر مع ماليهم، علما انني كنت نقول لها عافاك ماما غير ضربيني وما تعيرينيش بحال هكا. اي والله يعطيك الغمه، وانت راك غير بنت الفعله والتاركه ومن الحزام لتحت، واخر ايام غتجي كلك خطوطو، واحد في ظهرك وواحد في كرشك، وجره معاك زوج بحال امك. قلب البرمه على فمها، البنت تشبه لامها. اي وهذا الوقت بالضبط مي غادي تولد واحد اختي الله يخليكم، امي والده 16 البنت والولد اللي كانوا مخلطين، كانت كتولد وكانت كتعطي. كانت كل مره هاد فاتحه كتعيط ليا اجي نفرحك بواحد الخبر بنتي صفاء، واش فراسك بلي انهم مكره ولدات وعاود لحتو وما كتخلي المن تقولها في التليفونات؟ كلشي تيسيق ليا الخبر، هالي كيتعاطف معايا، هالي كيضحك عليا، وهالي تيقول ليا ايوا الفاسده هذاك هو حالهم ما عندك ما ديري ليهم. المهم هاد اختي اللي كنت قلت لكم عليها اللي ولات امي غادي نرجع لها من بعد، خير حطوها في بالكم. قبل ما غادي يموت راجل امي فاتحه كان واحد المحامي تيجي عنده ديما اللي تيخدم ليه هادشي ديال السحور، وهنا غادي تبدا حاجه واحده اخرى اللي غادي تدمرني ديال المعقول. فمن بعد ما مات راجلها كان تيقول ليها الحاجه راني بغيت نشوف شي حد اللي يخدم ليا بحال راجلك. كتقول ليه هو الخدمه ديال الحاج راني ورثتها من عنده، الا بغيتي نخدم ليك. فعلا غتبدا تخدم ليه، وكانت كتجي لعندي وتقول ليا حطي ليا الطبقه اللي فيها الشماع والدن والزيوفه في الالوان ديال الشياطين، راكم عارفين الاخضر والصفر والحمر والبيض، هادو باربعه، والشمع وشي تخربيق ديال العشوب، وتقول ليا ست فيه ليا فوق الطبقه. في الاول ما كنتش كنحملو الريحه نتاع داك البخور، كانت كتجيني خانزه ونقول لها ماما راه هادشي راه خانز. كتقول لي ايوا انت شنو كتعرفي، سيري حطي داكشي وسدي فمك. كنت كنمشي وكنحطو، شنو غادي يدير الميت قدام غسالو؟ هاد الحاجه اذا جيتيها للدين تقولي راه ديانيه، واذا جيتيها الشر اكبر شريره. ونزيدكم باللي انها كانت كدير داكشي وكتخدمو، واذا طلب لها شي طلب كتقول ليه جيب لبنتي عيشه وبنتي ميره وبنتي مالكه ما ياكلو. وانا ما كنتش كنفهم هاد الهضره، انا ذاك كانت يجيني هادشي كله غير تخربيق. كتقول لي سيري ومنين صوني عليك طلعي عندي كتجري. فهم بعد ما كتقول لهم جيبوا لي، كانوا كيجيبوا ليها انا ذاك الكفته والصوصات، المهم داكشي ديال الجزار واللي كتصيفطني باش انني نطيبو. لكن هو الاول كتقول لي سيري شعلي لي الفخر، وتقول لي هادي شويها بلا ملحه وكلي فيها انت الاولى. ولحد الساعه انا ما عارفاش علاش، ولحد الساعه انا ما عارفاش علاش كطلب مني هادشي. المهم تنطيبو وتناكل منه، عاد تنعطي لذاك السيد المعني بالامر باش انه ياكل، وتقول لي صافي غير سيري في حالك. اذا كان شي لدون كتقول لي اجي ودوزي لي على يدي هو الاول وتنوض تخوي عليه، واذا قدات شي شمع كتقول لي سيري انت ياش عليه. كنشعلو وكنبقى مقابله عليها الليل كامل ولا يطفى، لحد الساعه انا هي هاديك. حتى دازت واحد المده، وهنا فين غادي نولي كنحس بشي حوايج اللي هما غراب. وليت كنحس بلي انه الخيال من مورايا كيدوز وما كنلقى حتى شي حاجه. حدو المشكل فاش تنكون غاد، والمشكل انه فاش تنكون غادا تنسمع الحس وشي حاجه كتقيسني، علما انه اذا باقي عاقلين نفس الراجل اللي كنت كنشوفه فاش كنت عندك المراه الاولى اللي كانت كتنعسني فوق السدادر باقا تنشوفه، غير انا تاقلمت معاه وعمرني ما قلتها لشي حد. من بعد الخدمه اللي وليت كندير لهاد امي فاتحه، وليت كنحلم راني كنزل في الدروج اولا تيجي شي حد عندنا، وكنمشي كنقولها ليها ماما راني حلمت فلانه جات عندنا، ماما راه هاد الطريق دزنا منها حلمت بلي دزنا منها من قبل. كتقول لي كيفاش؟ حتى النهار غادي تبدا تدخلني للعالم ديالها. واحد النهار كنا مخيمين في واحد البلاصه اللي فيها لا بيسين، وكانت يلاه داتني الغمضه وغادي نشوف داك الراجل. فقط كنت نهت وحدايا بنت من دوك اللي هي مربيه، كانت جالسه في البيسي ديالها، سولتني مالك يا صفاء؟ راه شنو حلمت؟ سيري هبطي قولي على ماما. ماما ها شنو كاين واشنو كاين؟ اشنو؟ اري لي يديك، اري لي رجليك. صافي طحت ولقيناها. شنو هي؟ صافي صافي يا بنتي دابا سيري كملي نعاسك. هاد بنيتي بالضبط اللي نطقات ليا هنا هي فين غادي يبان ليها البلان فيا، وهاد المرحله من حكايتي غادي نخليوها لغدا ان شاء الله، ما تفلتوهاش حيتاش
عالم واحد اخر اللي فيه غادي نقول لكم نضرب لكم موعد في نفس الوقت على قناه المؤنسه ديالكم، لانه الحكايه مازال طويله. ما تقلقوش مني، ولكن انا مضطره هاد الساعه ندير استراحه تغدى ان شاء الله. كان وعدكم بلي انني غادي نحط لكم تتمه، فحتى تقولوا لي لتحت في التعليق شنو هي التوقعات ديالكم اللي ما كنظنش بلي انكم غادي تعرفوها. دمتم في رعايه الله، حفظي، ونقول لكم سلام سلام.